أهلا أعزائي المشاهدين، أرحب بكم أجمل ترحيب في هذه الحلقة. نستمر طبعا دراستنا عن تعليم يسوع المسيح في عظته الشهيرة على الجبل، وأنا موجود على جبل الزيتون الذي يطل على مدينة أورشليم القدس. وهذا المكان مناسب جدا على فكرة، لأنه بناسب موضوعنا، رح أتكلم عن ملكوت السماوات. سمعنا عدة مرات هذه الفكرة تكررت في عظة المسيح على الجبل، وطبعا في الأناجيل المقدسة تكررت مرارا وتكرارا. فإذن ما هو ملكوت السماوات؟ ابقوا معي، سأعود بعد هذا الفاصل القصير.